تابعنا مع حضراتكم وقائع المؤتمر الصحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية الأسبق. ضيفي الكريم، بعد التحية، يعني قراءتك لهذه الزيارة وللمؤتمر الصحفي للرئيسين السيسي ونظيره الصومالي ودلالة توقيت الزيارة وأبعاد ما تم مناقشته خلال المؤتمر؟ هذه ليست الزيارة الأولى للرئيس الصومالي للقاهرة، كما أشار السيد الرئيس أن كان في زيارة أخرى في يناير الماضي. العلاقات المصرية الصومالية ترجع حتى إلى أيام الفراعنة، عندما أرسلت الملكة حتشبسوت بعثة إلى مملكة البونت التي كانت جزءا من الصومال، ولكن في العصور العصر الحديث كانت القاهرة حريصة على دعم استقلال الصومال الذي كان محتلا من الاستعمار الإيطالي وجزء منه الآخر من الاستعمار البريطاني، حتى تم توحيد الأراضي الصومالية في دولة الصومال الفيدرالية. ولكن للأسف الأطماع الأخرى أدت إلى فصل الآن عدد من المناطق الصومالية انفصلها عن الحكومة المركزية، ولكن الحكومة المركزية هي الوحيدة التي تعترف فيها في العالم، سواء من الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو الاتحاد الأفريقي أو منظمة المؤتمر الإسلامي. العلاقات الصومالية يطل له أكبر ساحل على القرن الأفريقي، يعني يطل على المداخل البحر الأحمر المتجهة إلى قناة السويس، ولذلك فهو يحتل مكانة كبيرة في الاهتمام المصري منذ عقود. العلاقات التجارية بين مصر والجديد في الزيارة الأخيرة هو توقيع بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين. مصر كانت السنوات الماضية تقوم بتدريب عدد من كبار الكوادر الصومالية العسكرية في أكاديمية ناصر، وكانت هناك أيضا مساعدات عسكرية مصرية في النواحي مختلفة. لدى الصومال عدد كبير من الطلبة الذين يدرسون سواء في الأزهر الشريف أو في المعاهد والجامعات المصرية بمنح دراسية مصرية. الصومال غني جدا بالثروة السمكية، وللأسف فإن دول أجنبية تقوم بنهب هذه الثروة السمكية الهائلة دون أي اعتبار للسيادة الصومالية. وأيضا الصومال لديها عدد كبير من المشاية، وقامت مصر باستيراد عدد من المواشي لمصر. نعم، يعني أعتقد أنه من المهم في هذه الزيارة هو الحديث عن الاتفاق أو التعاون العسكري بين القاهرة ومقديشيو، وتحديدا فيما يتعلق بالتجربة المصرية في مكافحة الإرهاب، ولعل الصومال تستفيد منها في مكافحة ومواجهة حركة الشباب الصومالي. كما للأسف الصومال يتعرض منذ سنوات عديدة لما يسمى بحركة شباب الصومال، وهي حركة ليس لها أي تواجد قانوني، ولكن تقوم بقتل المدنيين. ولذلك فإن كما ذكر الرئيس السيسي فإن مصر ستساهم في قوات الاتحاد الأفريقي عند تجديدها في أرض الصومال الشقيقة، والصومال أيضا سيكون عضوا في مجلس الأمن، ومصر سترأس مجلس الأمن والسلم الأفريقي الذي يعد بمثابة مجلس الأمن في الاتحاد الأفريقي. مكافحة الإرهاب تحتل أولوية كبرى بالنسبة لمصر. كما نذكر فإن الشواطئ الصومالية كانت هناك عمليات قرصنة كبيرة تقوم بها عدة مناطق تضم جماعات متطرفة، وكانت تغير على السفن التجارية، ولذلك فإن مصر تقدم بعض المساعدات وتؤيد أولا سلامة الصومال بمختلف قديمة. نعم، السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية الأسبق كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.